عايزة حاجة يا فوزية؟ لا يا اخويا ما عايزاش، عاوزه يعني رجعتك دي يعني لا على حامي ولا ده في حاجة؟ أصلي قولي وخلصيني. بسم الله الرحمن الرحيم. أصلي جالي عريس. جالك عريس؟ انت شايفة ان ده وقته يا فوزية؟ ايوه يا عبد الحكيم، ده وقته، والنصيب لو راح مش هيرجع تاني. عبد الله لسه مدفون، ها؟ الله يرحم، بس خلاص انا ما عدتش استنى اكتر من كده. عبد الحكيم، انت خابر انا عندي كام سنه؟ انا جربت انسى ان انا بنت زي بقيه البنات، وقلت خلاص يا بنت اقبلي بالنصيب، كفايه عليكي ولاد اخوكي حسن ومروان، وانت كمان ربنا يخليك ليا. ده انت مش بس اخويا، انت اخويا وابويا وكل حاجه ليا في الدنيا دي. بس تعدي الليالي وتاجي الايام وارجع افكر تاني، هو انا ايه؟ حجر؟ جبل ما بحسش؟ انا ليه ما حدش بيبص لي ولا يعبرني؟ وحش انا اياك؟ لا، ده انا مال وجمال وبنت عيله واخويا زينة الرجال، امال ايه عاد؟ لكن ارجع واقول الحمد لله، انا ما اقدرش اقول غير كده، حتى لو انا مجهوره ومش راضي، بسمع الحريم في البلد بيقولوا عليا العانس اللي ما حدش بيعبرها، وانا احسن واحده فيهم ما استعناهاش خدامه عندي. فوزيه اسمعني يا عبد الحكيم، عشان الكلام اللي هقوله ده ما هعيدوش تاني، يمكن يكون العريس ده هو اخر الرجل، يمكن يكون المحطة الأخيرة اللي القطر حيوقف فيها، وأنا صراحة تعبت وما عدتش قادرة، وما عايزاش القطر يعدي وما ركبش فيه. خلاص يا فوزية خلاص، وإذا شفتيه فين وعرفتيه إزاي ومين قال لك عليه؟ أنا هقول لك، بس عايزاك تفكر كويس وتفتكر إن ده هيبقى آخر الرجل. مين يا فوزية؟ محروس. بتقول ايه؟ محروس خدام؟ قومي قدامي، قومي. ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه اتاخرت عليكي؟ لا ابدا. صباح الخير. صباح النور. انت خارجه ماما ولا ايه؟ مسافره يا حبيبتي. مسافره فين؟ رايحه البلد، عندي موضوع صغير كده هخلصه وارجع على طول. ماما انا جايه معاكي. تيجي معايا فين؟ انا هرجع بكره الصبح. انسي، مش هسيبك تروحي لوحدك، انا هاجي معاكي. والله يا ست كريمه انا شايف انها لازم تيجي معاكي فعلا، وعايزكم بكره ان شاء الله وانتوا جايين اول ما تقربوا على محطه مصر قبلها بنص ساعه بس تكلموني وانا هاجي اخدكم على طول. قولي يا عزت، اللي انا بعمله ده صح؟ ماما، هو انت ناويه تعملي ايه بالظبط؟ ست كريمه، اللي انت هتعمليه هو عين العقل، انا عايزك اول ما تروحي البلد ان شاء الله تلمي كبارات البلد عشان لما تعملي حاجه ما يبقاش حد له عندك حجه. والله يا ابني قعدت ادربها يمين وشمال، قلت بقى اهو اللي في الخير يقدمه ربنا، انا كل اللي يهمني اريح عبد الله في تربيته. الله يرحمه ويحسن اليه، واللي انت هتعمليه هو عين العقل، صدقيني اللي عنده حق بيدور عليه وبياخده بالعافيه. يلا بقى عشان ما نضمنش الزحمه في السكه، يلا يلا يا اختي انتي مرتبه نفسك. سيبي الشنطه زينب، سيبي. طبعا كده. ابوك لو عارف ان انت بتقابلني على فكره ممكن يطين عيشتك، مش بعيد يقتلك كمان. هو احنا كل ما نتقابل وهنتكلم في الليله دي؟ عندك حق. انت عارف ان امي سافرت لكم النهارده؟ ربنا يستر. هيستر منين بقى؟
انا حاسه كده ان هيبقى في مصيبه جديده. بس سيبك انت بقى من الكلام ده كله، عملت ايه في اللي انا قلت لك عليه؟ انت ليه مهتميه بالحكايه دي قوي كده؟ عادي، انا حابه يعني ان انت يبقى ليك البيزنس بتاعك. الاولى انك تفكري في روحك. ومين قال لك بقى يا حسن ان انا ما بفكرش في روحي؟ لا افهم. تعالى نقعد وانا هفهمك. ما انت يا حسن لما يبقى عندك البيزنس بتاعك وانا اللي فتحت لك السكه ده اكيد هبقى معاك ولا ايه؟ طبعا. طب هتعمل ايه؟ معرفش والله. هو ايه اللي معرفش والله؟ امال مين اللي هيعرف؟ وبعدين يعني العمر بيجري، واللي هتقدر تعمله دلوقتي مش هتقدر تعمله بعدين. طب هشتغل في ايه عاد؟ لما انت تقول كده امال اللي مش لاقين ولا مليم يقولوا ايه؟ واللي مش لاقين الصفر حتى يبتدوا منه يعملوا ايه؟ طب انت في ايه في دماغك؟ اقول لك وما تفكرش شمال؟ شمال كيف؟ ما هفكرش. ولا هتقول يعني عشان انا قفش عليكم وحاسه ان انتوا واكلين حقنا وكده؟ تاني يا ريتال. ما احنا لازم نبقى واضحين من الاول يا حسن. قولي يا ست انا سامحك ومفيش اي حاجه في دماغي. تستورد من الصين. استورد ايه؟ روح تشوف ايه اللي عندهم ينفع هنا. وانت عارف بقى الصين تقول لها تعمل ايه هتعمله. بعد كده يعني تفتح شركه للاستيراد. صدقني يا حسن شهر ولا اتنين وهتلاقي نفسك حاجه تانيه خالص. تفتكري؟ اه طبعا. مش هتتغدى يا ابوي؟ ما انت مش هتفضل قاعد ساكت كده، لازم تتكلم وتقوم وتطلع. سيبيني دلوقتي. لا يا ابوي مش هسيبك. انت لازم تعرف ان ضفرك برقبه عيله عبد الحكيم دي كلها، وبعدين مش هو اللي يكسرك. وعايز الحاج يا ابوي، انت غلطان عشان هو كان عمل اللي عمله كنت رديتها له في التو واللحظه. انت ما فاهماش حاجه يا نادر. طيب تعالى ناكله وفهمني اللي انت عايزه. بقول لك كمليني يا نادر، فهمليني. لا يا ابوي مش ههملك كده. يا بنت انا ما تقولي بقى في انا غير الاكل، سيبيني بقى في حالي انا. الهي تولع بجاز انت وبيتك كله يا عبد الحكيم. رحت كلمتها منك لنفسك كده يا محروس؟ وقلت لها يا محروس؟ والله يا ابو الحاج انا لا قلت ولا عدت. انا كل اللي انا يعني لمؤاخذه طلبته يعني طلبت القرب. هو اللي يطلب القرب يكلم الحريم ولا الرجاله؟ والله يا ابو الحاج انا كل اللي انا قلته يعني ان انا يعني قلت استاذنها يعني يمكن توافق او ترفض مني غلبان يعني. يا راجل غلبان؟ غلبان ايه؟ انت مش غلبان، انت خدامها. تعال. قلت لها ايه؟ والله يا ابو الحاج انا ما قلت ولا عدت، انا لقيتها جايه من على السكه كده فقلت لها والنبي يا ست فوزيه تسمحي لي بكلمتين وبس، كل ده اللي انا قلته. القلم ده عشان عقلك ما يوزكش تكلم حريم عبد الحكيم تاني، فاهم يا فاهم؟ انت 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 ايه؟ جحش جحش يا ابو الحاج جحش. جحش؟ طيب يا جحش قلت لها ايه يا جحش؟ ها؟ قلت ايه؟ ما قالتش حاجة، ما قالتش حاجة، سابتني ومشت. أبو الحاج لو أنا كنت زعلتها في حاجة ولا اتضايقت مني في حاجة هروح أبوس رجليها. شت خلاص خلاص. وأنت بقى معاك إيه عشان تقدمه شبكة ليها؟ ها؟ إيه كل اللي حلت تحت أمرك يا أبو الحاج. قام يعني. أنا دبرت من شغلي
10,000 جنيه. 10,000 اجيب لهم ايه؟ شربات؟ فهروس انا موافق انك تتجوز فوزية. ربنا يخليك يا ابو الحاج وما يحرمنيش منك. بس خلي بالك القلم اللي انت اخدته ده عشان طول عمرك تفتكر انك بعد ما بقيت جزه بس برضك خدمها، فاهم؟ خدام ومداس في رجليها. الشبكة علي انا. ربنا يخليك يا ابو الحاج، ربنا يخليك وما يحرمنيش منك ابدا. بس لو جت فوزية في يوم من الايام واشتكت منك لازم تعرف انك تبقى بتحفر قبرك بيدك. احفره من دلوقتي، ولو اشتكت مني ولا اتضايقت ادفن نفسي فيه من دلوقتي. وربنا يخليك ليا يا رب. لا مؤاخذه، لا مؤاخذه يا ابو الحاج. امشي امشي. السلام عليكم. كده بتلعبي من ورايا يا فوزية؟ حبيبتي 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 حبيبتي، تعالي تعالي يا اختي، تعالي تعالي. قولي لي، محروس كان جاي يخطبك صح؟ ساكتة ليه يا بيت؟ ايوه صح. ليه 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 ليه؟ ألف نهار أبيض، ألف مبروك، فرحت لك من قلبي يا بنت. لا ده أنا واخدة على خاطري منك. يوه، واخدة على خاطرك ليه؟ يا أختي قولي لي إنه جاي عشان أفرح معاكي. طب تصدقي أنا طول الليل يا فوزية أبكي كده وأكلم ربنا، يا رب دي غلبانة وكانت حلوة والله، يا رب حرام فك نحسها، دي كبرت وعنست والحمد لله ربنا سمع دعايا. نمال ونصفك يخته بمحروس ماله. تقصد ايه يا جبرية؟ يعني مش وحش، لا حلو والله، وان شاء الله ان شاء الله كده ربنا يرزقك ببت ولا ببتين حتى ولو في بطن واحده عشان تلحقي. امال ايه، والحمد لله ادك صبرتي يا اختي ونولتي. والله محروس مش عفش قوي يعني، لا حلو يا اختي، كويس كويس. صبرتي ونولتي؟ ماشي يا جبريه. تقصد ايه الولية دي بسبورتي ونولتي؟ يمكن عشان محروس كان أجري عندنا؟ كده؟ بتكدين يا جبرية؟ بس خلاص قولي اللي تقوليه واعملي اللي تعملي كمان. أنا خلاص بختي جاني والنحس اتفك. وبعدين ماله يعني محروس عشان غلبان؟ انا هكبر وعليه وحخليه زنت الرجاله كمان. ايوه امال ايه، وانا قليل اياك. تبقى الولية خايفة لطالب بحقي من عبد الحكيم وبمالي كمان، عشان يقديه عبد الحكيم ضربه وكسره وحاسس انه ولا حاجة. مش مهم، المهم ان محروس بيحبي وانا كمان هحبه. ايوه امال ايه، مش هيبقى جوزي وهتبقى راسي براس اي حرمة في البيت هنا من هنا ورايح، وهعمل فرح كبير
10 ايام بلياليهم، حوكل الناس واشربهم عشان يحلفوا بفرح فوزي، وحجيب عوالي، حجيب عوالي يرقصوا ومغنواتيه وحوزع فطير وجرس ورز ولحمه وكحك كمان. بس عبد الحكيم مش هيرضى، هيقول لاخوكي لسه ميت. ما اللي مات مات خلاص، الله يرحمه بقى، وانا حشيل هم اللي مات كمان. كان مين شال معايا الهم اياك؟ ما كفايه السنين اللي راحت من عمري. طب والله لو ولعها وحخلف يا جبرية، واجيب عيال يملوا علي البيت، وحجهرك يا جبرية. خبر يا دلال، هو انا مش قلت لك عطلي جواز فوزية؟ والله يا ست جبرية انا عملت كل اللي قلتيلي عليه، والعريس راح خلاص مش راجع تاني. محروس كان عندنا النهارده بيخطبها. محروس مين؟ الاجري؟ اه المرمطون بتاعنا. لا انا معرفش عنه حاجة. واصل دلال صدقيني يا ست جبرية. ماشي معلش، المهم شوفي له حل، وقف الجوازة، اربطيه، قطعيه، خليها تشوفه قرد. وناقص وماله بزيادة ده قردين. سلامنا يا رب. ارحمنا وابعد عننا الشر واهل الشر يا كريم. الطاحونة صرخت. في ايه؟ الطاحونة دارت. مالك مالك يا ست جبرية؟ الطاحونة دارت. طيب اقول لك ايه؟ انا هجيلك بس الحكاية دي محتاجة مية. اه فوت عليا فوت عليا. دارت يا اهل البلد. جرالها ايه؟ ايه يا ماما؟ مش هتدخلي؟ والله يا بنتي ما انا عارفه ادخل ولا ما ادخلش. يعني جايبانا لحد هنا ودلوقتي مش عارفه؟ طب ما كنا قعدنا بقى، ايه اللي خلانا نيجي؟ عايزه اخلص الحكايه دي ونخلص بقى. خلاص بقى يبقى ندخل. قلقانه اخش يا زينب؟ لا نمسك في خناق بعض ويبقى شكلنا وحش. طب خلاص يا ماما، تعالي دلوقتي نروح عند خالي ونقعد شويه وبعدين نشوف هنعمل ايه. الله يرحمك يا عبد الله، كان ابن عز وابن كسول، واتبهدل واتمرمط مش عشان اتجوزني، لا عشان الغل والجشع اللي في قلوبهم. وجيتي للحق يا زينب، انا قلقانه قوي اقف قدام عبد الحكيم عشان عبد الله كان بيحبه قوي، وخايفه عبد الله ياخد على خاطره مني واقلقه في منامه. مين قالك ان بابا ما كانش عايز حقه يا ماما؟ ريق نشف معاه، وابوكي لو كان عايز حقه كان طلبه. مش يمكن كان عايز عبد الحكيم هو اللي يجيله ويقوله ان عمر الدم ما يبقى ميه، وان يديله حقه ويقولوا ان هو غلطان؟ خلاص يا بنتي، ابوكي مات والدم بقى ميه يا زينب. خلاص يبقى احنا نعمل اللي في مصلحتنا وبس. عندك حق، يلا نخش واللي يحصل يحصل.
وسهلا. يا اهلا يا اهلا. ازيك يا عمتي؟ عامله ايه؟ زينه يا اختي، ورده مفتحه زي ما انت شايف. طول عمرك يا فوزيه ورده مفتح. تسلم. بس مش كنتوا تقولوا انكم جايين؟ كنت اخلي عبد الحكيم يستناكوا. معلش، انا جايه اقضي مصلحه كده، فما حبيتش اعمل دوشه ولا شوشره ولا اكلم حد. لا دوشه ايه، على العموم انا كنت هكلمك. تكلمين انا؟ خير يا فوزيه؟ لا خير، اصلي هتجوز. لا يا شيخ، يا ميت الف بركه. ومين بقى يا حبيبتي اللي امه دعياله وتقدم لك كده؟ راجل طول بعرض ايه هايلما، بيحبني وبيموت فيا. هو عبد الحكيم هيتاخر؟ ما عرفاش. طيب ممكن تكلمي في التليفون؟ تليفونه مقفول. طب عمتي هو مروان هنا؟ لا خرج هو كمان. طيب هاخد زينب ونروح لاخويا عبد السلام نطمن عليه، وبعدين نبقى نرد تاني لما يرجع عبد الحكيم. عبد السلام يا عيني، ابقى قولي له ما يشيلش في نفسه كده ولا يجهر حاله، الموضوع بسيط ومش مستاهل. موضوع؟ موضوع ايه يا فوزيه؟ لو انت ما تعرفيش ان عبد الحكيم اخويا اتعارك مع عبد السلام. جوميه عبد الحكيم رزع عبد السلام كف على وشه، بعزقه قدام الناس وجهره على حاله. قلت له ليه كده يا عبد الحكيم، ده رجل كبير وما يتحملش. تتعشوا؟ متعشيين يا حبيبتي قبل ما نيجي، كتر الف خيرك. طب اعمل لكم شاي. ما بندفعهوش. مبروك يا اختي على الجواز. الله يبارك فيكي. ربنا يتم بخير. وهي شيخة إلهي ما يرجع إلا شبشبك. بس قهرتها قهرتها بخبر جوازي. يا زين. ازيك يا نادي؟ ازيك يا عمتي؟ ازيك يا نادي؟ ابوكي فين يا نادي؟ فوق. طب خدي هاتي، انا طالعه له. اقول لك ايه، ماما خلاص جابت اخرها، وهي كانت لسه ما جابتوش. انا ان كان علي عاوز اجيب صفيح حجاز واولع في بيت عبد الحكيم باللي فيه. صح اللي قالته لي فوزيه ده يا عبد السلام؟ الله، مالك حاطط وشك في حجرك كده؟ بترد علي؟ سيبيني لوحدي دلوك يا كريم. يعني ايه اسيبك لوحدك؟ ايه مالك حاسس ان انت اللي عامل الغلط؟ في ايه يا عبد السلام؟ مالك عامل لعبد الحكيم 100,000 حساب كده؟ دي حاجه مالكيش دعوه بيها يا كريم. لا انا ليا دعوه ونص. قول لك ايه، اطلع اطلع وهملين لوحدي. من هنا ورايح يا عبد السلام، مش لازم كل واحد فينا يبقى لوحده، لازم تبقى ايدينا في ايدين بعض،
ولازم تاخد حقي وحقك من عبد الحكيم. وانا كنت ناوي امشي مش هقعد، بس لا انا هروح واقعد في البيت الكبير. انا ليا في البيت ده قد جبريه واكتر كمان. انا جوزي مات ومعايا بناتي، يبقى من حقي اقعد هناك. نعمل اللي انت عايزه تعمليه. اللي انا عايزه اعمله ان يبقى ايدي في ايدك وكتفك في كتفي وتاخد بحقي وحقك. كريم بقول لك يا انا تعبان، همليني لوحدي يا كريم، انا مش طايق نفسي، الدنيا زي خرم الابره في قدام عيني. لازم تبقى زي خرم الابره طبعا. عارف ليه؟ عشان انت ما خدتش حقك، واللي ما بياخدش حقه يا عبد السلام جتته بتبقى قايده نار ومخ هيشت وعايز يموت كل اللي قدامه وياكل كل اللي قدامه. انت مش هتستريح غير لما تاخد حقك يا عبد السلام. لازم تاخد حقك يا عبد السلام. ليه يا رب العداوة بتزيد يوم عن يوم؟ غريبة قوي. انت بتسألني انا؟ ما تسأله هو. المشكلة انه صاحبي، عشت معاه ايام ما تتعوضش، جفت جنبه وقف جنبي. وهو داس على الصداقة والصحبية بجزمته. انت مش اقل منه، لازم تعمل زيه يا عبد السلام، لازم. يعني لو كل واحد فينا عمل كده يبقى الدنيا جزمتها ايه يا كريمة؟ ما الدنيا خلاص ملهاش لازمة لما كل واحد يرمي لحمه ودمه. يبقى تقول على الدنيا السلام يا عبد السلام. لا لا يا كريم، احنا نبقى غير. طب ما احنا غير يا عبد السلام، خدنا ايه غير البهدله وقله القيمه؟ انا هروح اقعد في داري بيت عبد الله، الدار اللي المفروض تلم اللحم مش ترميه. ويانا يا عبد الحكيم. يا مري اهدي صحتي يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. مين؟ أمه. ايه مالك يا أمه؟ مالي مالك؟ ما عرفاش يا بنتي، راسي حطق مني يا بنت. شوكيش حطق في دماغي. الحقيني يا بنت الحقيني. يا لهوي يا مري، انت سخنه مولعه جايده نار. يا عمتي يا مري الحقيني يا عمتي. وهياني الحقيني جريبه فيه مولعه نار. خرابي الحق يا ابويا ملكة جبريه. يا ابويا يا لهوي، دي مولعه يا بت. اجري هاتي ميه ساقعه وخلقه بسرعه. سلامتك يا جبريه. سلامتك يا اختي. بتبصي لي ليه كده؟ جرايه بطمن عليك. شمس كانت هنا، هي راحت فين؟ راحت تجيب ميه وخلقه عشان اعمل لك كمادات. بقول لك ايه يا فوزي، دي حبيبتي. ها من عيني من جوه والله. انا وانت يا بت ملناش غير بعض، مش كده؟ انت عارفه غلاوتك عندي. هو كان باين في كلامك. كلام ايه ده؟ عبيطة انت اياك. طب بالك انت، انا اول ما عرفت اني في عريس جايلك عارف عملت ايه؟ اتفقت على عجل. عجل نذبحه ونفرجه عشان يغزي العين وموضوع يتم ان شاء الله. انت مش مصدقاني ولا ايه؟ لا مصدقاكي طبعا.